ازاي اكون جمل على الصفات دي؟ الكلمات دي اسمها صفات. يعني ايه؟ الصفه بتوصف حاجه، يعني مثلا بوصف حاجه ان هي طويله، او بوصف حد ان هو طويل، بوصف حاجه ان هي قصيره، بوصف حاجه ان هي مبسوط، حد ان هو مبسوط، بوصف حد ان هو زعلان. فالحاجات دي الكلمات دي كلها اسمها ايه؟ صفات. ازاي اكون جمله على الصفات؟ بستخدم فيرب تو بي اللي هو ان واز وار. احنا شرحناه المره اللي فاتت. اي بتاخد ايه؟ اي ام، هي اس، شي اس، ات اس، والجمع اللي هم they are we are you are. دول الثلاثه الجمع. طيب انا عايزه اقول مثلا انا عندي النمله ده، هي موجوده اهي اهي، وعايزه اقول النمله دي صغيره، مين اللي هيكون لي الجمله؟ ها بس انا وانت بتتحرك خلاص مش بتتكلم. الجمله النمله صغيره، مين هيقول لي الجمله؟ قولي يا معتصم. قولي ايه؟ قولي اسمها. ذا انت ذا انت اسمه، ذا انت اسمه، ذا انت اسمه. برافو عليك. يبقى انا كده كونت جمله، قلت النمله صغيره، قلتها ازاي؟ ذا انت، وبعدين حطيت فيرب تو بي المناسب ليها اللي هو اس، وحطيت الصفه ذا انت از سمول. طيب احنا عندنا هنا فيل، تخيل ان احنا عندنا فيل مش عارفه ارسمه. ها مين هيقول لي الفيل كبير او ضخم؟ انا عايزه مثلا لورا. طب يلا انا عايزه الجمله، عايزه الجمله. ها عايزه اقرا ارسم ازاي؟ ها اي فيل ذا اليفانت، ذا اليفانت از بيج، از بيج. برافو عليك. يبقى انا كده كونت جمله على كلمه ايه؟ بيج. يبقى ذا اليفانت از بيج. طيب عايزين نقول مثلا مين القصير؟ عايزين نقول الشجره دي صغيره، الشجره دي ايه؟ صغيره. ها عايزه اقول الشجره اللي هو عايزه اقول الشجره قصيره. ها لا حد تاني، الشجره قصيره. يلا يا مؤمن، الشجره يعني ايه؟ ذا تري. ها فين الفيرب تو بي؟ اس ما تركز، انا عندي اسم الحاجه وبعدين فيرب تو بي وبعدين الصفه. ذا تري از شور. طب انا عندي الشجره الطويله ده اهي، ها مين هيعمل لي الصوره؟ مين هيعمل لي الجمله؟ قولي انت الجمله دي كده. ها ذا تري is tall. The tree is tall. The tree is tall. Is tall. طيب انا عندي ولد اهو مبسوط. ها مين هيقول؟ ها يلا محمد. He is ذا مبسوط. يعني ايه؟ هي از هابي، هابي هي از هابي. كوننا الجمله سهله خالص اهي. تعالوا الجمله الثانيه اهي. يلا يا غنى. باد. ها باد باد هي هي ها قولي هي از ان هابي، او نقولها ثانيه هي از ساد. فهمنا بنكون الجمله على الصفه ازاي؟ نروح جايبين الحاجه. اه لا افهموا بس الاول. نروح جايبين اسم الحاجه اللي احنا هنوصفها، وبعدين فيرب تو بي، وبعدين الصفه. ثلاث حاجات: اسم الشيء، وبعدين ام او از او ار، وبعدين الصفه. ده الاجزاء اللي عندي: اسم الحاجه اهي، وبعدين فيرب تو بي، وبعدين مين اللي بيتكلم، وبعدين الصفه. خلاص عرفنا الثلاث اجزاء بتوع الجمله. طيب عايزه اقول ماما تكون طيبه. ها مين هيقول لي الجمله؟ ماما از كايند. ماي مام ماي مام از كايند. برافو. ماي مام از كايند. اوف لا مش لا بنقول صح. فهمنا كده الجمل هنكونها ازاي؟ احنا عندنا هتبقى الصفات دي معاكم في البيت، هنكون عليها جمل. خلاص كده هنعرف نعمل عليها جمل في البيت؟ اه ها؟ طب يلا تعالوا قولوا معايا كده: ذا انت از سمول، ذا انت از سمول، ذا اليفانت از بيج، ذا اليفانت از بيج، ذا تري از شور، ذا تري از شور، ذا تري از تول، ذا تري از تول، هي از هابي، هي از هابي.
كايند. ماي ماس از كايند. طب انا هعمل لكم صفه وامثل لكم الصفه وانتوا تقولوا الصفه دي ايه. بيج بيج. لا شو تو تو. لا شو سمول بيج بيج. اهو بضحك اهو. انا هابي انا هابي. انا هابي.